يا أخواننا، أي إنسان يدخل في الإسلام هو مثله مثل كل مسلم. سعد رضي الله عنه 6 سنوات بموت سعد اهتز عرش الرحمن. ما قال أنا مسلم جديد. أبو بكر رضي الله عنه عندما أسلم 6 من 10 المبشرين بالجنة هو كان سبب في إسلامهم، ما قال أنا مسلم جديد. أبو بكر الصديق يقولون في غيظهم 6 من 20 كي النبي ينوز كودا جنة. أتستمر 6 لغيظهم في الإسلام. الآن مجرد يدخل في الإسلام يدخل مع المسلمين يتعلم، لا تقل أنت مسلم جديد هذا مسلم قديم، لا، كلنا الآن مسلمين أمة واحدة. مسلم جديد لا يصلي، مسلم جديد لا يصوم، مسلم جديد لا يتعلم، مسلم جديد لا أسأله، أنا أسأل هذا تقول لا هذا مسلم جديد، ليس مشكلة، لا يعرف، ما في إشكال، كلنا قد لا نعرف الإجابة، نتعلم يا أخي. إذا نحن الآن نريد أن نتعاون، نجتمع، نكون أمة واحدة، قلب واحد. كم رب نعبد؟ كم رب واحد سبحانه وتعالى؟ كم دين؟ دين واحد. كم نبي؟ نبي واحد عليه الصلاة والسلام، صحيح. كم قبلة عندنا؟ ها؟ قبلة واحدة. نجتمع في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. نجتمع في كل أسبوع، اجتمع المدينة في صلاة الجمعة. نجتمع في الحج، الدول كلها تجتمع في الحج. لماذا؟ حتى تتعلم أن هذه الشريعة جاءت للاجتماع، لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لا نفترق.